خذ غير هو تشوفوا هنا واحد التغيير هنا بهذه الطريق هذه ديال المحور ديال شرق غرب. كتلاحظ كتلاحظوا معايا هنا راه كاين واحد التغيير هنا اللي جاي من السلام المهم اللي جاي من محور شرق غرب اللي جاي من الفوق ونازل لتحت. تلاحظوا بان الطريق راه ضيقت لانهم راه بداو هنا كيصوبوا كيقادوا في الوسط شتي بداو هنا كيقادوا في الوسط. تحيه لهاد العمال هادو ديال الشركه ديال اليك علام ايكيبمون تحيه لهم من هاد المنبر هذا. انا ما عرفتش شكون اللي جا فرق عليهم انا سيدي علي. هادي مبادره حسنه هادي مبادره حسنه لهاد الناس هادو راه كيستحقوا كل خير هاد الناس هادو. انا صراحه كنعتبرهم بحال الخوت ديالي. علاش؟ لان كنشوفهم يوميا وناس اللي صراحه اللي كيخدموا بالجد والعمل والتفاني وكيديروا واحد المجهود اللي هو كبير. الله سبحانه وتعالى راه كيجازيهم ان الرزق ديالهم راه حلال طيب ما فيه حتى شي غرام ديال الخشونه ماشي بحال الناس اللي واكلين لنا رزقنا وكنا عليهم الله اللي وصلوا للمازوت 17 درهم. يعني كما كتشوفوا معايا راه هي اليك اللي هو الاختصار ديال علام ايكيبمون. هاد الشركه هادي اللي حديثه العهد المشاريع هنا ديال مدينة أكادير. المشاريع الأولى اللي تعطات ليها هو إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز ومن بعد شارع عبد الرحيم بوعبيد إعادة تهيئة ديالو حتى هو في لابارتي اللي ما فيهاش بي آر شينيس. ودابا هاهما راه خدامين في هاد البار إيست ويست كما كتشوفو معايا هو هدا. وراه غادي نحاولو نصورو ليكم أجزاء منو يا إما اليوم يا إما غدا راه عارفين مع الخدمة ومع الوقت ومع الشراء. مرة دايرين هنا دايرين داك السيد دابا خدام كيعطي الإشارات الناس. تحية لي من هاد المنبر تحية نضالية من هاد المنبر. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.